إطلاق حملة حريتهم حقهم للدفاع عن سجناء الرأي في العالم العربي كي لا يسقطوا في النسيان. وطن بلا تعذيب هي العبارة التي وضعها على قميصه أثناء مشاركته في التظاهرات ضد حكم الإخوان المسلمين في مصر، وكانت كفيلة بسجنه حتى اليوم وتعرضه للتعذيب. محمود أحمد ابن 19 عاما، أصغر سجين رأي عربي، وهو الذي تبدأ به حملة هاشتاك حريتهم حقهم، والتي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من مصر ومؤسسة مهارات من لبنان بالتعاون مع شبكة إفاكس. الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي أو من خلال تغريدات على الإنترنت لكي لا يسقطوا في النسيان. الحرية اللي ما نعرفهمش، لأنه في أكثر من 350 سجين رأي عربي في السجون، دول اللي نعرفهم، دول اللي عندنا أسمائهم، يعني الرقم مؤهل للزيادة. أغلب يعني المسجونين على خلفية الرأي سجني على خلفية تغريدات يعني أو تعبير للرأي على هذه الفصحى المتبقية التي هي الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن لبنان حصل على المركز الثامن عربيا في مؤشر حرية الإنترنت.